أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وكل عام وأنتم بخير. ما هي مديات نفوذ الحشد في العراق؟ ومن القوة الإقليمية والدولية المؤثرة في تشكيل مراكز التأثير للحشد؟ وما هي أهداف الحشد منذ تشكيله بفتوى الجهاد الكفائي؟ لماذا أنشئ الحشد؟ وما علاقة الحشد بالتغيير الديموغرافي؟ وما الموقف الأمريكي منه؟ وكيف ثبت ركائزه في العراق؟ وإلى أي مدى تحققت الاستراتيجية الإيرانية في العراق من خلال الحشد؟ هذه الأسئلة نطرحها في حلقة تحت الضوء بعد هذا التقرير، كونوا معنا. يوما بعد يوم يزداد نفوذ ميليشيات الحشد في العراق ليشمل المفاصل المدنية والعسكرية والسياسية، متربعة على مراكز القوة والسيطرة لإدارة الدولة. نور المالكي زعيم حزب الدعوة رفض في وقت سابق اندماج ميليشيات الحشد مع الجيش الحكومي، وقال إن الحاجة لوجود ميليشيا الحشد ما زالت مستمرة، وذلك في موقف يتناغم مع موقف إيران الرافض لقرار دمج الميليشيات. مركز الدفاع عن الديمقراطيات الأمريكي تناول الأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط ودور ميليشيات إيران في لعب دور حائط الصد لحماية مشاريعها، وكشف أن كلا من ميليشيات بدر وحزب الله والعصائب والنجباء حولت من قوى رخيصة إلى قوى ذات نفوذ سياسي دائم تستخدمها إيران لإخفاء تدخلها في الخارج بأقل كلفة ممكنة ومن دون إرسال قوات إيرانية لمناطق الصراع. وزير الخارجية الألماني خلال كلمة له في منتدى برلين للسياسة الخارجية دعا الحكومة الحالية في العراق إلى الابتعاد عن حكم الميليشيات الطائفية واعتماد الدستور والقانون بين كافة المكونات، فيما نشر معهد المشروع الأمريكي لأبحاث السياسة العامة تقريراً بشأن سبل مواجهة نفوذ إيران، وقال فيه إن ميل طهران لاستخدام وكلائها في العراق ينسجم مع أهدافها الإيديولوجية ويعكس صورة لطبيعة التصعيد ونقاط القوة والضعف العسكرية في البلاد، استراتيجية تمكن وفق تقرير المعهد نظام طهران من تحقيق أهدافه الإرهابية في المنطقة. وبحسب صحيفة واشنطن بوست، فإن الميليشيات في العراق قطعت شوطا طويلا في تثبيت النفوذ منذ احتلال العراق، وتفوقت على المؤسسات الحكومية الرسمية، ونجحت في وضع بذور الصراع في البلاد لعقود قادمة. ويتهم سياسيون وحقوقيون عراقيون ومنظمات دولية ميليشيات الحشد بارتكاب انتهاكات بحق عراقيين في مدن ذات غالبية سنية والقيام بعمليات تغيير ديموغرافي على أساس طائفي، فضلا عن أن تغول الميليشيات يعد تهديدا مباشرا لأمن واستقرار العراق. إذن تابعنا هذا التقرير مشاهدينا الكرام، ورحب بضيفي في الاستوديو الأستاذ مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر. أهلا وسهلا أستاذ مصطفى، وأرحب أيضا بضيفي الكريم الأستاذ عبد القادر النايل المحلل السياسي عبر سكايب. مرحبا بك أستاذ عبد القادر. أهلا بكم ضيوفي الكرام. إذن أبدأ معك أستاذ مصطفى كامل، يعني الكثير من يتساءل لماذا أنشئ الحشد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي مشاهديك الكرام وأحيي الزميل الأستاذ عبد القادر النايل الذي سينضم إلينا في هذا البرنامج. الحشد من الخطأ القول أن الحشد الشعبي أنشئ بعد احتلال تنظيم داعش لعدد من المحافظات العراقية. الحقيقة جذور هذا التشكيل أو هذه الميليشيات تعود إلى ثمانينات القرن الماضي. هذا جزء من المخطط الإيراني لتدمير العراق والاحتلال العراق، ومارست هذه التشكيلات المسلحة الميليشياوية الإرهابية مارست أعمالا إجرامية ضد العراق وشعبه وجيشه في الحرب العراقية الإيرانية وما بعدها. كانت عناصر هذه التشكيلات الإرهابية بكل مسمياتها، جند الإمام، ميليشيا بدر، حزب الدعوة إلى آخره، كانت تتسلل عبر الأهوار في الجنوب العراقي وأيضا أحيانا عبر الشمال من بعض المناطق يعني الجبلية التي كانت إلى حد ما يعني خارج السيطرة التامة للدولة المركزية في بغداد. كان هؤلاء يأتون إلى المدن العراقية ويمارسون عمليات الاغتيال، عمليات التفجير، التخريب بشكل متكرر منذ على الأقل منذ 40 سنة.
يعني منذ مجيء النظام خميني إلى الحكم في إيران كانت يعني هذه التشكيلات تنمو، وأولا تؤسس وتنمو وتدعم ويحاول أن يزج بها في الداخل العراقي لتخريب المجتمع العراقي. عندما جاء الاحتلال الأمريكي إلى العراق أصدر حاكم الاحتلال الأمريكي بول بريمر قرارات عديدة، منها حل المؤسسات الأمنية والعسكرية والسيادية الأخرى، فتح الحدود لكل من هب ودب، وأصبح العراق ساحة للإرهاب، ودخلت هذه الميليشيات بشكل واسع وكبير جدا إلى الأراضي العراقية. ثم صدر القرار الذي تم تشكيل المؤسسات الأمنية والعسكرية في العراق المحتل من خلال هذه المجاميع التي الميليشياوية، سواء منها يعني التي كانت في إيران بشكل كامل أو التي كانت في مناطق شمال العراق من البيشمركة أو غيرها. تم تشكيل هذه المؤسسات الأمنية والعسكرية في العراق المحتل من خلال عناصر، يعني بواسطة عناصر هذه الميليشيات. وبالتالي فإن الحديث عن أن هذه الميليشيات تشكلت في أعقاب احتلال المدن العراقية من قبل تنظيم داعش، أنا أعتقد فيه تبسيط للأمر وفيه إخلال بالحقيقة. ويعني نحن يجب أن نكون منصفين مع شعبنا ومع التاريخ أيضا، لأن هذه الميليشيات كما قلت لك تولت في السنوات السابقة، يعني تنظيم داعش احتل المدن العراقية في 2014، في حين أن هناك 11 سنة من عمر الاحتلال الأمريكي الإيراني المشترك للعراق كانت هذه الميليشيات يعني تنشأ وتدعم وتسرح وتمرح وتعبث بالأمن وتسرق الأموال وتعتدي على الحرمات. ورأينا الأعمال الطائفية الإرهابية التي قاموا بها بعد حادثة تفجير المرقد في سامراء مطلع عام 2006، وكيف استباحت هذه الميليشيات كل الحرمات من مساجد الله إلى بيوت الآمنين إلى أعراضهم إلى أموالهم إلى دمائهم. وبالتالي كانوا يعملون أيضا في إطار مؤسسات أمنية وعسكرية، هذه يجب أن لا ننساها، وكانوا يحظون برعاية تامة من قبل قوات الاحتلال الأمريكي. نحن نذكر جميعا كيف أن تأسيس فرق الموت على يد مجرم الحرب جون نيغروبونتي الذي أسس فرق الموت من هذه الميليشيات التي كانت تغتال الكفاءات العراقية النخب في يعني من ضباط الجيش العراقي، طياريه، أساتذة الجامعات، القيادات الأمنية والقيادات العسكرية والقيادات التابعة إلى حزب البعث العربي الاشتراكي وإلى كل القوى الوطنية المناهضة للاحتلال. تم اغتيال العديد من يعني الحركات، من أفراد الحركات الوطنية، من أيضا بعض المنتسبين في هيئة علماء المسلمين قدموا شهداء على هذا الطريق من خلال تم اغتيالهم بواسطة هذه الفرق الإرهابية التي تم تشكيلها برعاية المحتل الأمريكي في العراق. أستاذ مصطفى، سأعود إليكم مرة أخرى. أستاذ، أرحب بضيفي مرة أخرى أستاذ عبد القادر النايل المحلل السياسي. أستاذ عبد القادر، يعني استمعت إلى ما تحدث به الأستاذ مصطفى كامل، هناك الكثير من الأسباب تشكيل الحشد أو لإنشاء الحشد، وأن هذه تعود ربما كجذور تاريخية إلى ما قبل أو إلى عهدة الثمانينيات، ثم تطورت بالتالي كلها لتحقيق الاستراتيجية الأمريكية. ولكن ما علاقة الأمريكيين بالميليشيات وتشكيل الميليشيات إذا كان الأمريكيون أو حتى الكيان الصهيوني عبر وسائل إعلامه يتحدث عن أن الميليشيات هي تزعزع استقرار المنطقة، وأنها يعني أدوات لتقوية وتعزيز وترسيخ النفوذ الإيراني في العراق؟ كيف نفهم العلاقة ما بين الاحتلال الأمريكي أو الأمريكيين وما بين الميليشيات الموجودة في العراق؟
أهلا وسهلا بكم وبضيفك الكريم الأستاذ مصطفى كامل. حياكم الله. كل عام وأنتم بخير، أعاده الله على العراقيين وعلى الأمة وهي ترفل بالأمن والإفراج عن المعتقلين والمعتقلات وأن يلعمون بالحرية في هذا اليوم الفضيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون فاتحة خير لفرج كبير قادم بإذن الله. من المؤكد تماما أن الولايات المتحدة الأمريكية أرادت جزمة على الأرض لاستخدامها من أجل تفكيك المجتمعات العربية على وجه الخصوص على أسس طائفية من أجل تجزئة المنطقة، وهو ما بشرت به بمشروع الشرق الأوسط الجديد قبيل احتلال العراق. وبالتالي هم يعلمون تماما أنه إذا لم يدمر العراق لا يمكن المضي قدما في تقسيم وتجزئة المنطقة. تأخر هذه القضية، وأنا أعيد بكم إلى ذاكرة 2004 يوم أن صرحت كونداليزا رايز أنها حقيقة ستكون خلال السنوات القادمة خارطة متكاملة للشرق الأوسط الجديد، وستكون هناك بدل من 22 دولة ربما تصل إلى القضية إلى 40 دولة، وهي تقصد الدول العربية على وجه الخصوص في تقسيمها، وهذا التقسيم لن يكون ناجحا إلا أن يكون على أسس طائفية وإثنية وعنصرية وقومية. وبالتالي بدأوا بتشجيع الحركات التي يمكن من خلالها أن تنمو وتكبر من خلال الدعم الأمريكي لتنفيذ هذه القضية، ولذلك هم يعلمون تماما أن صمام الأمان للعراق هم السنة العرب، لأنهم يشتركون مع العشائر في جنوب العراق بالعربية، ويشتركون مع الكرد بسنيتهم ومذهبهم، وبالتالي يمكن أن يكونون أداة وحدة كاملة لا يمكن أن تتجزأ. وبالتالي لون المقاومة العراقية التي لها فضل ليس فقط على العراق إنما على المنطقة، يوم أن تآمر عليها الجميع حقيقة وتم تصفيتها وإضعافها، اليوم تشهد المنطقة حرب جنونية تقودها إيران وهذه الميليشيات بغض نظر ومعلوم تماما للولايات المتحدة، وهناك مساندة لا زالت عسكرية للولايات المتحدة، لأنه كما تفضل ضيفك الكريم هذه الميليشيات هي من الثمانينات مؤسسة تم تطويرها وتسليمها مقاليد السلطة العسكرية والأمنية. وهنا أحيل بالذاكرة إلى قرار بول بريمر المرقم 91، وهو الشهير في تأسيس القوة العسكرية والأمنية بعد جريمة حل الجيش والشرطة في العراق إلى إعازها إلى 7 ميليشيات، وسلمت وزارة الداخلية وهي أهم وزارة إلى فيلق بدر المعلوم تماما والمعروف بأنه قاتل مع الإيرانيون وتدرب في التسعينيات، وهناك أعمال إرهابية له، وبالتالي هو صناعة أجيال ليس جيلا واحدا. اليوم عندما نتكلم عن 20 سنة من التدريب في إيران، فهذه أن هناك أجيال تربت وحقيقة رضعت الحقد الإيراني. أليست الميليشيات بهذه الحالة أستاذ مصطفى كامل، الميليشيات في هذه الحالة بحسب ما تحدثتم هي تخدم الاستراتيجية الإيرانية، ولكن نحن نتحدث أن هذه الميليشيات تم تشكيلها وإن كان لها جذور منذ الثمانينيات في أيام الحرب العراقية الإيرانية، تم تشكيلها بعد الاحتلال. البعض يرى أن لهذه الميليشيات أهدافا رئيسة ربما يكون على رأسها التغيير الديموغرافي في العراق. كيف للاحتلال الأمريكي أن يكون له أهداف في التغيير الديموغرافي في العراق، وهو جاء يتحدث عن الحرية ويتحدث عن نقل الديمقراطية ويتحدث عن البناء، ما علاقة الميليشيات والحشد بالتغيير الديموغرافي؟ أولا نحن يجب أن نفهم أن الاحتلال الذي حصل للعراق، الاحتلال الأمريكي الذي حصل للعراق، كان باتفاق تام مسبق مع الجانب الإيراني، وهذا صدرت به اعترافات أثبتها من كان يسمى سفير الإدارة الأمريكية لدى فصائل المعارضة العراقية زلماي خليل زادة، الذي أعلن في مذكراته أنه كان يلتقي في جنيف بنائب الممثل الإيراني الدائم في الأمم المتحدة في حينها الذي هو الآن وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، كانا يلتقيان في جنيف بشكل سري لتنسيق المواقف لغزو العراق. وبالتالي عندما حصل غزو العراق لم يكن الجانب الإيراني بعيدا عنه، بل كان ضالعا تماما فيه،
يعني إذا كان البعض يدعي أن الإيرانيين كانوا على علم به فقط، لا، الحقيقة أن الإيرانيين كانوا ضالعين في مخطط غزو واحتلال العراق، وبالتالي فإن يعني مخطط التدمير له أدواته وله مراميه. الأدوات على الأرض، قامت الولايات المتحدة بإسقاط النظام الوطني بعد غزو واحتلال العراق وتهديم كل المؤسسات الأمنية والسيادية والعسكرية كما قلنا، وتم تسليم السلطة لمجموعة من عملاء إيران الذين جمعتهم الولايات المتحدة من كل الأزقة العفنة في العالم، جمعتهم لتسليمهم مقدرات هذا الشعب بملايينه 30 أو يعني ما يقارب ذلك. كانت الأدوات التي على الأرض، الأدوات القذرة التي مارست عمليات التغيير الديموغرافي، عمليات القتل، عمليات التهجير، الاستيلاء على الأموال، التخريب يعني المباشر سواء للمجتمع ونسيجه الاجتماعي عبر الأدوات الطائفية، سواء منها الإعلامية أو على المنابر الدينية كما يزعم أو غيرها، أو من خلال المؤسسات الأمنية والعسكرية التي كانت تشن حملات من القتل والتهجير والمداهمات المقصودة لإرعاب الناس وإرهابهم وتهجيرهم، وبالتالي تحقيق جزء من المخطط المتعلق بتغيير التركيبة الديموغرافية في العراق. التركيبة الديموغرافية في العراق والسكانية، نحن لا نتحدث عن جانب طائفي ومذهبي، ولكن العماد الذي تقوم عليه الدول في يعني مجتمعاتنا العربية والشرقية وعموم المجتمعات هي الطبقة الوسطى، والطبقة الوسطى كانت موجودة في حواضر المدن الرئيسية في بغداد، في الأنبار، في الموصل، في تكريت، في كركوك، في البصرة، في غيرها من ديالة، وتم يعني تهجير هؤلاء من خلال جملة من الأساليب. يعني أولا حالة الاجتثاث التي مورست ضد يعني أشخاص بمئات الآلاف من العراقيين بمختلف المستويات وبمختلف الانتماء، أقصد التخصصات. أيضا حصلت من خلال عمليات الاعتقالات الكثيرة التي مورست ضد أبناء هذه المدن، وبالمناسبة هذه المدن أيضا كان يجري الانتقام منها لأنها كانت حاضنة المقاومة الوطنية العراقية الباسلة التي أذلت المحتل الأمريكي ويعني أجبرته على تغيير خططه ومشاريعه لعدة مرات طيلة السنوات التي وجدت قواته بشكل مباشر على الأرض فيها، والتي انسحب في نهاية عام 2011 إذا تسمح لي. بعد هذا مورست عمليات أكبر في التغيير الديموغرافي بشن حملات من التهجير المنظم، وحورب الناس في أرزاقها في يعني خصوصا في المناطق المحيطة في بغداد، ثم استكملت بحلقات لاحقة منها إدخال يعني مشاريع الصحوة الخبيثة، مشاريع إدخال تنظيم القاعدة الإرهابي، ثم ما تلاه بتنظيم داعش الإرهابي، كل هذه لتهجير وقتل وتغيير الديموغرافي في هذه المدن. ما يجري لاحقا من إنشاء مدارس طائفية في هذه المدن، مكاتب للأحزاب وللميليشيات، الاستيلاء على كل أرزاق أسباب الرزق في هذه المحافظات الأساسية التي تحدثنا عنها في نينوى والأنبار وصلاح الدين والتأميم وديالة وبابل وبغداد. طبعا كل هذه الإجراءات وإجراءات كثيرة غيرها تحققت على الأرض كانت ضمن المخطط الإيراني الأمريكي المتفق عليه بشكل كامل، والذي كما قلت لك كانت أدواته القذرة على الأرض هذه الميليشيات الطائفية الإرهابية، سواء منها من يعمل باسم الميليشيا مثل جيش المهدي أو اليوم الموعود أو عصائب أهل الحق أو إلى آخره،
في حينها أو ميليشيا بدر، أو منها ما أدخلت وزجت في المؤسسات الأمنية والعسكرية بموجب القرار الذي اتخذه حاكم الاحتلال الأمريكي بول بريمر. ومن هنا نفهم طبيعة المخطط الأمريكي لتدمير العراق وتغيير بنيته الديمغرافية وتهجير شعبه وقتله. طيب أستاذ عبد القادر، كيف نفهم العلاقة ما بين الحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال وما بين الميليشيات؟ الكثير من يتحدث عن أن الحكومات عاجزة عن مواجهة هذه الميليشيات لسطوتها وجبروتها ونفوذها وجذورها. الأحزاب هي من تحكم العراق، لذا الكثير من يتابع ويحلل ويراقب يقول بأن الحكومات المتعاقبة كلها كانت عاجزة عن محاسبة ومساءلة الميليشيات عن الجميع، الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق المواطنين العراقيين. ولكن كيف نفهم هذه العلاقة ما بين الحكومات المتعاقبة وما بين الميليشيات؟ أولا، هذه الأحزاب التي أيضا مدعومة من إيران بشكل واضح هي كلها كانت ولا زالت، وباعتراف الساسة الذين بدأت الآن بعض ملامح المشاكل في الصراع على السلطة والقيادة، أنهم يمتلكون أجنحة مسلحة ميليشياوية، وبالتالي أول فوج تم تأسيسه في إيران هو من انبثاق حزب الدعوة يوم أن أسس باسم موسى أو فوج الصدر، وحيلت بعد ذلك إلى أن يكون رئيسه أبي مهدي المهندس الحالي، كان من نواة حزب الدعوة، وحزب الدعوة من أسس هذا الفصيل الميليشياوي داخل إيران قبل أن يتم احتلال العراق. لذلك هذه الأحزاب هي عبارة عن أسماء عامة في داخلها من يحكم هي هذه الميليشيات المسلحة، لأنهم كل هؤلاء مرتبطون بأعمال تخريبية ميليشياوية. أليس نور المالكي من كان يقود فصيلا ميليشياويا داخل جسم حزب الله في لبنان وكان مستقلا ويعمل على تصفية الضباط الفلسطينيين في لبنان، وبالتالي عمليات اغتيال أيضا لعراقيين؟ أليس هؤلاء الذين حقيقة من حزب الدعوة الذين مارسوا عمليات التفجير والعبوات الناسفة داخل الجامعات العراقية في بغداد والمستنصرية شاهدة على أجرامهم، بل أول مفخخة تم استخدامها والعالم لا يعلم السيارة المفخخة هي من صريعة حزب الدعوة. لذلك هذه الأحزاب هي بالعبارة عن ميليشيات، وبالتالي الشخصيات التي يقدمونها لرئاسة الحكومة ما هي إلا نتاج غير شرعي ما بين هذه الأحزاب وميليشياتها، والراعي الرئيسي والأب الروحي لهم إيران. لذلك لما نقول عادل عبد المهدي، ليس عادل عبد المهدي قيادي في فيلق بدر؟ والاستعراضات بالصورة والصوت واضحة عندما كان يستعرض الميليشيات بدر داخل إيران وكان يحييهم ويقف على يمين عبد العزيز الحكيم ومحمد باقر الحكيم، وكان برتبة عالية حينما يشرف على تدريب تلك الميليشيات وكان أعلى من هذا العامري. لكن اليوم الصراع على السلطة، وبالتالي هم ليسوا حالة واحدة والصراع موجود فيما بينهم، جعلهم ينقسمون لكنهم يتوحدون لمواقف لصالح إيران. لذلك الحكومات المتعاقبة في العراق هي ولادة غير شرعية من هذه الميليشيات، والأشخاص الذين يتم إسناد لهم الحكومة هم عبارة عن قيادات لتلك الميليشيات المسلحة. أما من الجانب الآخر فلذلك رأيتهم لا يتعاملون مع مثلا مع الأطراف من محافظات الأنبار والموصل إلا أنهم ينتدبون أشخاص ويفرضونهم على هذه المحافظات للتعامل معهم، ولذلك لا يتعاملون مع القيادات المهنية أو القوى الحقيقية في تلك المحافظات. على هذا الأساس يمكن أن نفهم تفصيل الحكومة التي لا زالت تحكم وانبطاحها الشديد والكامل لصالح الميليشيات في العراق. أستاذ مصطفى، يعني الكثير من المسؤولين الإيرانيين من تحدث عن أن بغداد يعني عادت إلى الإمبراطورية الفارسية بحسب قولهم، والكثير من المسؤولين من تحدث أن الحشد وخاصة بعد 2014 سيكون بمنزلة القوات باسيج ولكن عراقية، يعني على نمط قوات الباسيج الإيرانية ستكون ميليشيا الحشد. يعني في هذه الصورة المقدمة من قبل المسؤولين الإيرانيين، يعني نرى أن هناك عقوبات أمريكية مفروضة على إيران خلال هذه أو المرحلة التي مضت وحتى اللحظة. يعني كيف نفهم الموقف الأمريكي من الحشد إذا كان
كانت إيران تستخدم أو تحاول أو فعلا هي تستخدم الحشد كأداة لبسط النفوذ؟ أنا قبل أن أجيب على سؤال حضرتك وهو سؤال مهم، أنا ألتقط نقطة مهمة جدا تحدث بها الأخ الزميل عبد القادر النايل، وهي أن هذه الأحزاب هي عبارة عن ميليشيات. هي في الحقيقة هذه الأحزاب كلمة توضع بين قوسين، يعني نحن لا نعرف أن هذه الأحزاب، نحن نعرف شكل الأحزاب في العالم وتنظيماتها ووجود مكاتب تنظيمية لها، سواء في الطلبة، في الشباب، في النساء، في العمال إلى آخره. هذه الأحزاب لا تمتلك هذه التنظيمات أو المكاتب التنظيمية بشكل حقيقي. هذه الأحزاب هي أصلا أنشئت كميليشيا وسلمت الأمور في العراق باعتبارها ميليشيا وليس باعتبارها أحزاب، ثم كل تدريباتها وكل تشكيلاتها هي تدريبات عسكرية وتشكيلات عسكرية ولها أذرع أمنية. يعني نحن في الإطار العام عندما يكون هناك حزب معارض ربما يكون له يعني دائرة أمنية بشكل أو بآخر، لكن عندما يتسلم السلطة لا معنى لوجود مؤسسات أمنية تابعة لهذا الحزب لأنه تسلم السلطة. الآن هذه الأحزاب كلها التي تتحكم في العراق، وأنا أكرر أن كلمة الأحزاب بين قوسين، هي عبارة فعلا يعني توصيفها الحقيقي هي ميليشيات إرهابية مسلحة وليست أحزاب مدنية تمارس العمل المدني أو الأعمال التنظيمية من كسب الناس في لتنظيماتها أو ما يشبه. هذه هؤلاء المسؤولين سواء كانوا على أعلى المستويات في مؤسسات الرئاسة، الحكومة، البرلمان، المؤسسات الأمنية، المؤسسات العسكرية، المؤسسات الإدارية، مؤسسات يعني السلطة الإدارية، المؤسسات الخدمية، من أقصى نقطة في شمال العراق إلى أقصى نقطة في جنوب العراق ومن أقصى غربه إلى أقصى شرقه، هي عبارة عن مؤسسات ميليشياوية وشخصيات ميليشياوية وإرهابية سلمت شؤون العراق لتدمير العراق ولقتل العراقيين ولسرقتهم وإفقارهم واستنزاف كل المال العام الذي يعرف الجميع كيف استنزف بهذا هذه السنوات 16 الماضية. في موضوع الجانب الأمريكي، الولايات المتحدة مهما كان لديها من خلاف مع أو اختلاف مع الجانب الإيراني، لكن هناك تخادم على طيلة السنوات مدى السنوات الماضية بين السلطة في إيران والإدارات الأمريكية المتعاقبة. يعني نحن رأينا من احتل العراق هم الجمهوريون في إدارة بوش، ثم رأينا الديمقراطيين في إدارة أوباما، وكانوا كلاهما الإدارتين الديمقراطية والجمهورية على كل المراحل الثلاث التي سبقت إدارة ترامب فيما يعني بعد غزو العراق، كانت كلها تقدم الرعاية والدعم الكامل لهذه الميليشيات، وهي من فتحت لهم الأبواب وسلمتهم كل مفاتيح الشؤون المختلفة في العراق. كما قلت لك سلموهم كل المؤسسات الأمنية والعسكرية، وكان يعني نوري المالكي كان خيارهم، كان خيار الاتفاق الأمريكي الإيراني، وحيدر العبادي كان خيار الاتفاق الأمريكي الإيراني، والآن عادل عبد المهدي هو خيار الاتفاق الأمريكي الإيراني إلى حد ما أيضا. وبالتالي لا يمكن أن ننسى أن هناك تعاونا تخادما، أنا لا أقول تحالفا بالمطلق، وحتى وإن كان هناك تحالف قد يحصل طبعا اختلاف، لكن حتى بين الحلفاء يحصل اختلاف، لكن هناك تخادم تام بين المشروع الأمريكي في العراق لتدمير العراق وتحقيق أمن الكيان الصهيوني، وهناك أيضا تخادم من جانب المشروع الإيراني الفارسي بالحقيقة، وهو مشروع عنصري إرهابي طائفي توسعي نحن عرفناه على مدى كل المراحل الماضية التي مرت بها الأمة في السنوات أو العقود أو بل حتى القرون الماضية. دائما كان هناك يعني تخادم بين هذين المشروعين، وكما قلت لك هو أصلا من سمح لهذه المؤسسات الميليشيات عفوا بالدخول إلى الأراضي العراقية هو الاحتلال الأمريكي، ومن سلمها شؤون العراق هو الاحتلال الأمريكي، وأيضا من
يعني أنشأ فرق الموت هو الاحتلال الأمريكي، سلحها ودربها ومنح لها كل أنواع الغطاء التي تتحرك كانت بموجبه لاغتيال الناس يعني الكفاءات والنخب العراقية تحديدا، أو ارتكاب المجازر بشكل واسع لتحقيق أهداف طائفية منها أهداف التغيير الديموغرافي الذي تحدثنا عنه. الآن هناك إدارة أمريكية تزعم أنها في مواجهة إيران. حتى الآن لا يوجد فعل حقيقي على الأرض في قصقصة الأجنحة الإيرانية أو الأصابع الإيرانية أو الأذرع الإيرانية في العراق. هناك إجراءات شكلية. إذا تحققت هذه المزاعم التي تزعم بها الولايات المتحدة الآن في ظل إدارة ترامب فهذا جيد، أما أن يكتفى يعني جيد نسبيا طبعا، أما أن يكتفى بإجراءات كان يعني حجز أموال بعض العناصر البسيطة في ميليشيات الحشد مثل هذا حنين القدو أو الغيان الكلداني أو غيره، هذه في الحقيقة لا تعني العراقيين كثيرا. ما يعني العراقيين الآن هو أن يتم حمايتهم من هذه الميليشيات التي تعبث بأمنهم، من هذه السلطات التي تعبث بأمنهم وتسرق أموالهم وتعتاش على هذا الفساد الهائل، وهو بعشرات المليارات في كل عام يجري نهبه من العراق وإرساله إلى إيران وفي خدمة المشروع الفارسي الذي تحدثنا عنه. طيب، هنا يجب أن يكون الفعل الأمريكي فعلا حقيقيا لقطع دابر هذه الميليشيات والفساد لكي نعرف مدى جدية الولايات المتحدة في هذا التوجه. أستاذ عبد القادر، إلى أي مدى ستستمر سياسة التخادم الأمريكية الإيرانية مثل ما تفضل أو تحدث الأستاذ مصطفى كامل؟ هذه السياسة ستبقى في حدود إذا ما تخلت إيران عن ملفها النووي، لأن الخلاف الحقيقي ما بين الولايات المتحدة والجانب الأوروبي وإسرائيل مع إيران هو الملف النووي وليس تمددها الطائفي، لأنه تمددها الطائفي حقيقة أقام ولها حفلة من الجنون استفادت منها الولايات المتحدة الأمريكية من خلال زج الدول العربية إلى الحضن الأمريكي أكثر والتغاضي عن القضية الفلسطينية أكثر وزج أموال وشراء تسليح بأموال طائلة من الولايات المتحدة الأمريكية وتوقيع عقود كبيرة تماما. هذا لولا أن الانتشار الإيراني بالقرب من الدول العربية وبالتالي إحراق بلدان عربية كالعراق وسوريا واليمن ولبنان وزج هذه الشعوب في أتون طائفية لما استطاعت أن ترتني هكذا الدول العربية مع الولايات المتحدة الأمريكية وبهكذا نفس، لأنه كانت هناك سياسات متوازنة نوعا ما في التعاون الأمريكي العربي. اليوم نتكلم عن حقيقة وجود وقبول إسرائيلي في الخليج العربي من أجل مواجهة إيران، كل هذا حقيقة نتاج أنه التخادم الأمريكي الإيراني، وهذا ما أرادت الولايات المتحدة الوصول إليه. لذلك حقيقة اليوم عملية إفراغ المناطق مقصودة، عندما يتم إفراغ الأنبار أو الموصل أو سوريا هذه كتلة بشرية كانت تشكل حاجزا عن التمدد الإسرائيلي في المنطقة، لذلك يتم تهجيرها من أجل أن لا تكون هناك كتلة بشرية تخاف منها إسرائيل في المستقبل. هذه التخادم حقيقة لن يستمر طويلا، لأن إيران إذا لم تمتلك البرنامج النووي ستنهار. إيران دولة مفككة من الداخل، إيران فقط سياساتها الاستعلائية الخارجية وعدم وجود مشروع مكافئ لها هو الذي مددها. عندما كان العراق واجهة حقيقية لقطع عذر إيران كانت المنطقة تعيش بأمان وأمام مشاريع إيرانية منكفئة، حتى في أفريقيا كانوا منكفئين. لذلك عندما لا يكون هناك مشروع عربي حقيقي ولا تدعم القوى الحقيقية سواء في العراق القوى الشعبية القوى الجماهيرية حتى المقاومة في سوريا في العراق في اليمن، عندما تضع الفيتو على تشكيلات مهمة أمام دعم لا محدود لميليشيات ومجاملة من بعض الأنظمة العربية لميليشيات في العراق سواء منحهم مقاعد للحاج أو استقبالهم ويضع الفيتو على قوى مهمة
تستطيع إيقاف المد الإيراني ولديها القدرة، لأن الولايات المتحدة تعلم تماما قدرة هؤلاء، ولذلك إلى الآن تتخوف من أن تتعامل أو أن تتعاون أو تفتح خطوط معهم، لأنها تعلم تماما أن الجيش الأمريكي. لو سمحت، في هذه النقطة المهمة، محور الأهداف الإيرانية هو الحصول على مكاسب لصالح الملف النووي الإيراني، يعني مع وجود بلا شك أن هناك مشروعا إيرانيا في المنطقة، لا سيما في العراق بشكل أكبر، ثم سوريا، ثم اليمن. هنا نتساءل عن موضوع، ما الذي يمكن أن تحصل عليه إيران أو تحصل عليه إيران من خلال يعني استخدام الحشد في استراتيجيتها للحصول على مكاسب لصالح ملفها النووي؟ باختصار، يعني إلى أي مدى تحققت الاستراتيجية الإيرانية في العراق من خلال وجود ميليشيا الحشد للحصول على مكاسب لملفها النووي؟ الاستراتيجية التي تعمل بها الأنظمة المتعاقبة في إيران هي لخدمة المشروع الفارسي العنصري الإرهابي الطائفي التوسعي. هذا كما قلت لك رأيناه في كل المراحل التي يعني شهدتها الأمة خلال الفترة الماضية، وبقدر تعلق الأمر بسيطرة نظام الولي الفقيه في إيران منذ 40 عاما، كان كل خطواتهم في مواجهة العراق أو ما بعد العراق كان الهدف الأساس هو تحقيق هذا المشروع. تحدثوا بعد احتلال العراق عن وجود، يعني عن كون العراق أصبح حديقة خلفية لهم، عن امتداد النفوذ إلى البحر المتوسط، وجود ممر من إيران إلى البحر المتوسط عبر الأراضي العراقية، تحقيق ما يسمى بالهلال الشيعي، وهو هلال فارسي بالحقيقة وليس هلالا شيعيا فقط، وإنما هو هلال فارسي صفوي إرهابي. كل هذه الفقرات كانت تخدم المشروع الفارسي الذي يعني تخدمه، الذي تعمل به كل المؤسسات الحاكمة في إيران، سواء كانت منها المؤسسات الأمنية أو العسكرية أو الإدارية أو مؤسسة البسيج أو مؤسسة الحرس الثوري إلى آخره. بعد احتلال العراق أصبح العراق الذي كان بوابة شرقية وسدا يحمي الأمة من كل هذه الرياح والسيول الفارسية، أصبح العراق هو موئل لهذه المشاريع الإرهابية الطائفية التي تتمدد إلى المنطقة كلها. أصبح العراق مقرا ومعبرا يعني تهريب المخدرات إلى العالم، إلى الوطن العربي وتحديدا إلى أقطار الخليج العربي. أصبح العراق مقرا ولتدريب هذه الميليشيات الطائفية التي تعمل في البحرين وفي الكويت وفي المملكة العربية السعودية وغيرها. ونحن رأينا في الأيام الأخيرة، في الأسابيع الأخيرة عفوا، كيف أن هناك طائرات مسيرة انطلقت من الأراضي العراقية لضرب محطة ضخ للنفط في المملكة العربية السعودية. هذا العراق الذي قلنا أنه كان بوابة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وبقي نحو 30 عاما هو يمارس هذا الدور بكل أمانة وبكل حرص وبكل صدق أيضا مع أمته ومع شعبه العربي. أصبح الآن بوابة فتنة وانطلاقا للإرهاب. الآن كل هذه الميليشيات التي يعني قامت نفذت أعمال إرهابية في البحرين، ألقي القبض على خلايا إرهابية في الكويت، ألقي القبض على عناصر إرهابية وخلايا إرهابية في المملكة العربية السعودية وفي الأردن، وأيضا إلى سوريا انطلقت الفتنة الإرهابية، يعني عناصر من أو تشكيلات من الميليشيات الحشد الشعبي إلى سوريا للقتال هناك، لقتل أهلها في الحقيقة. هذه كلها انطلقت من العراق. العراق الآن بوضعه الحالي، العراق المحتل أمريكيا وإيرانيا والذي تتخلى عنه أمته العربية والإسلامية وجواره العربي والإسلامي والأبعد أيضا، أصبح يؤثر على أو يحدث فتنة طائفية في الجزائر وفي المغرب وفي تونس وفي السودان وربما حتى في أفريقيا السوداء.
الاستراتيجية الإيرانية تتحقق ليس لنجاحها. المشروع الفارسي هذا هو مشروع فاشل، هو مشروع الخراب والتدمير. يعني أنت ترى لبنان، أنت ترى سوريا، أنت ترى اليمن، العراق، كل هذه تتبدى فيها ملامح فشل المشروع الفارسي، ملامح كونه مشروعا تخريبيا، تفتيتيا، طائفيا، فاسدا، إرهابيا إلى آخره، دمويا. لكن نجاح هذا المشروع لا يتحقق بسبب جودة هذا المشروع وكونه مشروعا جيدا وصالحا كما قلنا، وإنما لعدم وجود مشروع مضاد. لا يوجد هناك مشروع حقيقي للمواجهة، مشروع الأمة العربية والإسلامية في مواجهة هذا المشروع الفارسي. نحن يعني سنكون سعداء جدا، نحن كعراقيين سنكون سعداء جدا لو وجدنا من أمتنا العربية والإسلامية جهدا حقيقيا لمواجهة هذا المشروع الفارسي، ونحن وقفنا ونقف معه مع أي جهد عربي وإسلامي. لكن في الحقيقة لا يوجد هناك مشروع متكامل، يعني اقتصادي، سياسي، اجتماعي، أمني، عسكري، إعلامي، لمواجهة تربوي، لمواجهة هذا المشروع الفارسي. عندما واجه العراق المشروع الفارسي في الثمانينات والتسعينات كان قد حشد له كل عوامل النجاح. ولذلك عندما قبل أيام مرت الذكرى 31 لانتهاء الحرب العراقية الإيرانية التي قصمت ظهر المشروع الفارسي، هذا لم يحدث لأن القوات الجيش العراقي هي فقط التي واجهت القوات الإيرانية في الميدان، وإنما العراق كسر ظهر المشروع الفارسي لأنه واجهه حشد له الطاقات وواجهه بقدرات. البعض يرى، نعم أستاذ مصطفى شاملة، إذا سمحت لي في هذه النقطة أستاذ عبد القادر النايل، البعض يرى أنه لا تسمح، ليس هناك رغبة أمريكية في إقامة أي مشروع مواجه للمشروع الإيراني، والدليل أنها قامت باحتلال العراق الذي قام بالوقوف بوجه المشروع الإيراني منذ ثمانينيات القرن الماضي. يعني هل بات الأمر مسلما بأن لا إرادة للدول العربية والإسلامية للوقوف بوجه المشروع الإيراني وبوجه الميليشيات التي تعدت ربما سطوتها حتى حدود الدولة العراقية؟ أولا لأن المشروع الأمريكي هو لمصلحة إسرائيل في المنطقة، ولذلك هو موجه بالأساس ضد الدول العربية، ولذلك خارطة التقسيم الذي تم الإعلان عنها هي تقسيم الدول العربية، تقسيم 5 دول عربية إلى دويلات، وهذه الدويلات تقسم على أسس طائفية وإثنية من أجل أن يبقى الصراع محتدم فيما بينها. لذلك الإيرانيون مشروع خصب، ولولا وجودهم لما وجد الكيان الإسرائيلي. لذلك حقيقة عملية أن الولايات المتحدة تبني مشروع ضد من سهل لأن تكون إسرائيل الآن منسية ما حدثته وما يحدث الآن من جريمة حقيقية في المسجد الأقصى هذا اليوم في عيد الأضحى المبارك. لو كان العراق حاضر إسرائيل اليوم الكيان الصهيوني أن يستهدف ويصيب العشرات في المسجد الأقصى. لذلك هم مرتاحون لأنهم يريدون، وأصل مشروعهم موجه على الدول العربية أولا. ثانيا الشعوب لا زالت قوية أمام هذا المشروع، بدليل أن الإيرانيون كانوا يفكرون أن خط السكة الحديدية يمتد والطريق البري الأساسي يمتد عبر الأنبار، ولذلك دفعوا بميليشيات. اليوم القائم خزان كبير من الميليشيات الموالية لإيران، لكن الآن وجدنا تعديل في الخطة بسبب أن الرسائل للمخابرات الإيرانية وصلت إلى إيران بأنه لا يمكن أن ينجح المشروع ضمن حدود الأنبار لأن فيها عشائر ستستهدف هذا الطريق مستقبلا، وبالتالي لا ضمانة أمنية بالمطلق أن يكون هذا الطريق. هذا اليأس الإيراني دفعهم إلى تحويل الطريق عبر الموصل وعبر سنجار إلى سوريا، ولذلك اليوم رأينا وزير الداخلية يذهب لافتتاح معبر أنشأته هذه الميليشيات من أجل يكون هو الطريق لإيران البري. أتفق أستاذ القادر النايل أن الأمريكيين لا يريدون إقامة مشروع مضاد للمشروع الإيراني في العراق بالمطلق، لا يريدون، لأنهم هم حقيقة وقلت لك الخلاف فقط نووي. هم يريدون الوصول إلى أن تكون إسرائيل مستعلية، لكن هناك أمل كبير بالشعوب لأنه هذه الشعوب ستؤد هذا المشروع.
وبالتالي القرار لها لا يمكن أن نربط أيضا مصلحة العراق بالقرار الأمريكي. الأمريكان جاءوا بمشروع وتأخروا بسبب المقاومة، لذلك يمكن أن تكون هناك حقيقة في المستقبل القريب والبعيد نهضة حقيقية للشعوب، لا سيما أن الآن كل العراقيون يتفقون ووصلوا إلى قناعة على أن إيران هي سبب الخراب العراقي على جميع المستويات. لذلك حقيقة حتى الانهيار الاقتصادي المرتقب في عام 2020 الى العراق بات العراقيون. نعم استاذ عبد القادر النايل المحلل السياسي، نشكرك شكرا جزيلا لوجودك معنا في هذه الحلقه وما اضفت لها. اذا استاذ مصطفى الكامل، البعض يتحدث عن مخاوف في العراق. العراق يعني بعد 16 سنه من احتلاله لا مدرسه بنيت ولا مستشفى انشئ ولا رياضة أطفال ولا حتى تنمية اقتصادية ولا اجتماعية. المؤشرات كلها حتى المؤشرات العالمية تتحدث عن تدني في جميع المستويات الخدمية وفي التعليم وما إلى ذلك. كيف تنظر إلى مستقبل العراق في ظل انتشار المخدرات وفي ظل ازدياد سطوة الميليشيات وفي ظل تهديد مجتمعي حقيقي قائم؟ المستقبل الذي ينتظر العراق للأسف مع وجود هذه الميليشيات الإرهابية ومع وجود هذه السلطات الميليشياوية بكل تسمياتها، سواء كانت وبكل مذاهبها السياسية ومذاهبها الطائفية، سواء كانت سياسية سنية أو شيعية أو كردية أو عربية أو تركمانية أو إلى آخره، أو مسيحية ضمن الميليشيات المسيحية التي تدعي أنها تعمل ضمن الحشد الشعبي. المستقبل للعراق مستقبل أسود، مستقبل قاتم حقيقة في ظل هذه الميليشيات. هذه الميليشيات بعد أن أنهت أعمالها العسكرية التي كانت تستنزف وقتها وجهدها وطبعا وتستنزف أيضا مال العراقيين، كانت تمارسها في محافظات عديدة في العراق. الآن بعد أن انتهت هذه العمليات العسكرية بدأت بممارسة عمليات الابتزاز، القتل، الخطف، تهريب المخدرات، إنشاء شبكات الدعارة، إنشاء يعني طبعا استمرار الفساد الإداري والمالي، إنشاء يعني منظمات إرهابية لقتل الناس و يعني ابتزازهم. هناك ايضا كما قلنا ما يتعلق بتصدير الارهاب الى جوارنا. لهذه الميليشيات ان تقوم بكل هذه الاعمال يعني من غير تمويل؟ نعم، لا، هناك تمويل كبير يجري من خلال عمليات الابتزاز، من خلال المخدرات، من خلال شبكات الدعاره ودور الملاهي المنتشره في انحاء كثيره من العراق، وبرعايه المؤسسات الامنيه والعسكريه والاداريه والخدميه المتواجدة في هذه المناطق. يعني ما أشيع الأيام الأخيرة حول ما يسمى حج حمزة الشمري أو أمثاله، وهناك مئات من هؤلاء الحجاج بين قوسين، وهم أبعد الناس عن معنى كلمة الحج الذي فيه التجرد وفيه يعني اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وغسل الذنوب، ونحن نعيش أيامه المباركة. هذه هؤلاء هم بعض منافذ تمويل الحشد الشعبي، بالإضافة إلى ما تمنحه السلطات لهم من ميزانيات هائلة على حساب تطوير العراق وتنمية العراق. لا يوجد كما تفضلت مدرسة ولا شارع ولا مستشفى ولا معمل، هناك إفقار تام للعراق، لا توجد زراعة، لا توجد صناعة، هناك بطالة هائلة في العراق، لا توجد خدمات. هذا كله يمول الحشد على حساب هذه الفقرات الأساسية في حياة العراقيين، يعني التي هي ليست ترفا. الآن عندما يخرج العراقيون في جنوب العراق يطالبون بماء ويطالبون بكهرباء ويطالبون بأسباب للرزق الشريف الحلال، هذه يعني دلالة على أن المجتمع يجري إفقاره ويجري تخريبه ويجري تدميره. ثارت ثائرتهم عندما خرجت إحدى الفتيات تعزف الكمان في مدينة كربلاء، وقالوا أن هذا انتهاك لقدسية هذه المدينة. لكن عندما تنتهك الأعراض وعندما تسرق الأموال وعندما تسفك الدماء وعندما تستباح كل الحرمات في العراق من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه، لا تجد أحدا لا من المعممين
عمائم الفساد والفتنة والإرهاب، ولا من الإعلاميين التابعين للسلطة والتي الذين يشكلون أبواقا لها لتزويقها ويعني تمشية مشاريعها الوهمية، ولا من الإداريين في كل المستويات. لا تجد أحدا يتحدث عن انتهاك قدسية الإنسان الذي هو حتى أعلى مرتبة من كل المقدسات في الجغرافية أو الهياكل المقدسة في كل مكان. الإنسان تنتهك قدسيته، تستباح حرماته. هذا الإنسان لا يمكن أن الإنسان العراقي لا يمكن أن يجد أملا ولا مستقبلا ولا حتى طاقة، يعني طاقة صغيرة، قوة صغيرة لتفتح أمامه بوابة أمل، ما دام هذه المؤسسات الأمنية والعسكرية والإدارية والبرلمانية والميليشيات التي تسيطر على كل شيء في العراق موجودة، وما دامت أمتنا العربية والإسلامية وجوارنا العربي والإسلامي والأبعد من الجوار، وما دام المجتمع الدولي متخليا عن كامل مسؤولياته أمام شعب العراق الذي يذبح وتستباح حرماته، ستبقى هذا سيبقى هذا الحال المظلم في العراق السوداوي. العراق الآن ليس على حافة الهاوية، العراق الآن في الهاوية منذ سنوات طويلة، وهو ينتظر جهدا عربيا وإسلاميا ومن المجتمع الدولي، ولا يوجد على الإطلاق أي جهد لإنقاذ العراق بشكل حقيقي. نعم، البعض أيضا يسأل عن أن الكثير من التقارير صدرت عن المنظمات الحقوقية والإنسانية التي يعني تكشف يعني الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها جميع الميليشيات بمختلف مكوناتها في العراق، ولكن لا تحرك ولا أي شيء لوضع حد لهذه الجرائم التي ترتكب في العراق. مع هذه القراءة لمستقبل العراق مع الأستاذ مصطفى كامل ضيفي في الاستوديو، رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر، نشكرك شكرا جزيلا. والشكر موصول أيضا للأستاذ عبد القادر النايل المحلل السياسي، كان معنا عبر سكايب. طبعا نحن فتنا نبارك لشعبنا ثاني أيام العيد المبارك، أعاده الله على الأمة بكل خير وسلام. إذن مشاهدينا الكرام، كل عام وأنتم بخير، نشكر لكم طيبة وحسن المتابعة، وإلى حلقة أخرى في أمان الله.